الفوتوسيل، تمام، هو عبارة عن سنسور اهو. بالعكس السؤال ده جميل. سنسور ده اهو بتلاقيه موجود على اللوحة. يعني في مرة واحد مهندس معايا صاحبي، مهندس مدني، بيقول لي انا بمشي في الشارع كده بلاقي في لوحة كهرباء، ممكن نكتبها فوتوسيل ويز بان او بانل ويز الكتريكال بانل، الكتريكال بانل فوتوسيل، يوضح لك شكل لوحة كهرباء عادية اهو زي دي مثلا. شايف الحتة اللي فوق دي؟ دي اتسألتني من ناس كتير جدا، معانا اصحابنا مهندسين ميكانيكا او مهندسين مدني، يقول لك في لوحه كهرباء، لوحه تحكم، اهي ايه الحته اللي موجوده فوق دي؟ وليها اشكال مختلفه، مش شرط الشكل ده، يعني ليها 100,000، ممكن تبقى ستريب. ستريب يعني شريحه زي دي تتحط فوق اللوحه، تتحط مع العمود، تمام، بحيث كل عمود يفصل لوحده، تحط على اللوحه اللي بتفصل كذا عمود، هي بتبقى موجوده فوق اللوحه مثلا هنا ستريب، تمام، او خليه زي دي. يعني شايف دي بتركب كده، بتتثبت بمسمار وتدخل اطراف، دي اسمها فوتو سيل. فوتو سيل دي بتعتمد السنسنج نفسه بتاعها من جوه، تمام، بيعتمد، ده عباره عن سنسور بيشتغل بالشمس. هنا بقى بيستفيد اهو، اهو الفوتو سيل بيشتغل بتمبريتشر وبيشتغل بمين، او زي دي اهي واضحه اكتر، تمبريتشر ومين وسولر اهي، وبيشتغل في الاخر يا مهندس احمد بيسموه فوتونيك كوندكتور، تمام. الكوندكتور ده بيشتغل كفوتونات، الفوتون ده عباره عن شحنه يا مهندس احمد في الاخر. الشحنه دي والله بتيجي الشمس، تمام، بتخليها تشتغل. هي عباره عن، عشان ما ادخلكش بس في تفاصيل كهربيه، عباره عن الكترود. الالكترود ده او الكترودز، تمام، لما بتيجي شمس عليها، تمام، بتيجي على السيرفس بتاعها، تبدا الدايره دي بيحصل لها تأين. التأين ده يروح يوصل الدايره، تمام، مفيش شمس تفصل، او العكس. يعني انت دلوقتي في الطبيعي ان انت بتحصل ايه، اول ما الشمس بتطلع الصبح الدايره بتبقى اوبن، بتفتح، يعني الاعمده كلها تلاقيها فصلت لوحديها. ولذلك احنا دايما برضو بعض الاعمده يقول لك والله يا عم احنا عدينا على العمود ده بالليل مش راضي يشتغل اصلا، بيبقى السيل نفسه عايز تنظف كل السطح ده نفسه، السنسنج نفسه ده بيتنظف، ممكن يجي عليه طين ويتراب ومش عارف ايه. لا بس دي مش بتسنس الريد، تاني دي مش بتسنس الريديانس بس، بتسنس الريديانس وتمبريتشر، وهنا تمام ده بيعمل تأين لفوتونات. انا كده بستفيد بدرجه حراره الشمس او الحساس ده. اما انا عندي هنا في السولر ده درجه الحراره، درجه الحراره الزياده دي بتعمل لي تاثير عكسي زي ما انت شفت في الكاركترستيك، تمام، خلاص. ان في حد مش عارف شكل الفوتو سيل دي، انا شفناها، او الفوتو سيل دي ده عباره عن حساس بيركب عشان يفصل ويشغل الاناره بتاعت مثلا عندك في البيت، حاطط على السور على الفيلا كده شويه اناره خارجيه، عايز تفصلهم بدل ما كل شويه انت تعمل ايه؟ تفتح وتشغل من السويتش، لا انت زي دي كده، هي لمبه. لمبه، كنت انت بتعمل السويتش العادي، المفتاح العادي، ما اعرفش مش هتحمل ليه. يعني هو حساس للضوء والحراره تقريبا. حساس ضوء وحراره، فوتو هنا، فوتو سيل ده ايوه حساس تأين بيسموه. الناس اخذت معايا كورس اللي هو كارنت سيستم، في الحساسات في نوع السموك حاجه اسمها ايونايزد سموك ديتكتور، ده بيحس بالتأين. تمام؟ فهو ده بيدخل، بتدخل الشمس هنا حراره وضوء، تدي بقى السيجنال لللمبه تشتغل او تفصل. بس مش بيستفيد بالاشعاع بس، او مش بيستفيد بالتمبريتشر، بالاثنين. اما انا الالواح بتستفيد بالاريديانس، كل ما يزيد الاريديانس يبقى افضل، تمام، وكل ما تزيد درجه الحراره بيبقى تاثير سلبي. وانت شفت من المعادله اللي هو بتاعت التمبريتشر كوفيشنت ان التاثير بيبقى سلبي لما تزيد درجه الحراره. اسال